الشوربة عبارة عن ايه؟ بصل مفروم، كرات مفروم، بطاطس متقطعة مكعبات. انا سلقاها نص سلقة عشان مدة البرنامج، لكن انتوا حطوها نية مفيش مشكلة خالص. بقدونس مفروم، ذرة حلوة اللي هي مسلوقة اللي هي بتبقى في علب دي نص علبة، كوبايتين مرقة او مكعبين مرقة حسب اللي موجود عندكم. عايزين تستعملوها بالمية مفيش مشكلة خالص برضو، ملح وفلفل وزبدة ومعلقة دقيق. حطينا الحلة على النار، هنحط معلقة الزيت معلقة الزبدة، وفي الشوربات انا ما بكترش الزبدة زي ما انتوا عارفين عشان ما تبقاش مدهنينة قوي. البصل، بسم الله الرحمن الرحيم، زيت وزبدة، بصل، ملح، فلفل اسود او ابيض للي ما بيحبش الفلفل الاسود في الشوربات يبان، كرات. مع الوصفه دي كمان الكرفس بيبقى حلو جدا، لو عندكم كرفس حطوا كرفس، ملح وفلفل، بصل، كرات، زيت وزبده، البطاطس. يا ياسين، الو، ازيك يا ياسين؟ كويس. عامل ايه؟ كويس. اؤمر يا ياسين. عايز مقادير بلح الشام. حاضر، عينيا. وادي البطاطس، مكعبين المرقه، معلقه الدقيق ومكعبين المرقه. يا منال. ايوه، ازيك؟ اهلا وسهلا. عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه حبيبتي وبالصحه والسلامه يا رب. احنا وانتي كده دايما كده منوره الشاشه. امين يا رب. كتر خيرك، ربنا يخليكي. الله يخليكي. اؤمري يا مدام منال. الحاجات الحلوه اللي لا شكر على واجب، ده شغلي. كتر خيرك. الله يبارك لك يا رب. الله يخليك. انا عايزه اعرف بس طريقه الفول بالصدق، وعايزاه حرش. حاضر، عينيا حالا. الفول بالسجق، بصوا بقى هنعمل ايه. اولا انا هضرب الشوربه دي، فهخلي الذره في الاخر عشان مش عايزه اضربه معاها. والبقدونس ده هقسمه نصين، نصه هخليه جوه لاني عايزه طعمه ولونه، والنص التاني هخليه فريش في الاخر عشان عايزه طعمه ولونه في الاخر برضو. اهو، وننزل بقى دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الميه السخنه برضو بعد ما تضربوها، عايزين بقى تقوموا حاطين كوبايه مثلا من لسان العصفور او الشعريه، تكونوا محمصينهم وتنزلوهم تدوهم غلوتين معاها مع الذره الصحيحه الحلوه، مفيش مشكله خالص، هتبقى حلوه برضو جدا، وتبقى كمان اكتملت اكتر واكتر وما انتوش محتاجين حاجه جنبها. دي بقى هتاخد غلوتين ثلاثه لحد ما كل الطعوم تخش في بعضها والبطاطس تطرى. وبعدين نرجع من الفاصل نضربها بقى الاول وبعدين ننزل لها الدوره. استنونا، هنا ضربنا الشوربه وانتوا في الفاصل، وهنحط لها دلوقتي الدوره وخلاص شكرا. واللي عايز يزود لها كوبايه كريمه يزود لها كوبايه كريمه.